عن تعاونيات رائدات في المملكة نجحوا ولحقوا بلاد بعيد، لحقوا التسويق العالمي والتسويق الدولي بإرادتهم هماتي. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. السيدة كركوف فاطمة رئيس جمعية النساء المقاولات بالمغرب، مقاولة في ذات في حد ذاتها، وهالمقاولات يعني عندنا احنا المقاولة خصوصا المنطقة الجنوبية اللي تعرف تتميز دائما بالنساء مقاولات، يقر نبغوا المرأة تمشي للريادة وريادة الأعمال، وقالوا وهذا كما نص به الدستور وتكلم به جلالة الملك عن يعني المرأة، دور المرأة في التمكين الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. معنا هون دورنا احنا كمجتمع مدني نحفزوا النساء المقاولات اللي عندهم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، ياكل تنشأ وتعود هي متوجهة للريادة وتعود تحقق أهدافها، لأن نحن هنا التوجيه شوي ضعيف. نختاروا التمكين اللي هو دور نحن ضرك حالا كمجتمع مدني. اليوم الندوة باحتفال بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة، جمعية الطموح حطت ندوة من ضمن الندوة أنها كأنها إكراهات هذا يعني وواقع المقاولة النسائية وواقع التمويل بالمملكة. معنا هون الشباب والمقاولات عندهم إكراه التمويل، يعني عنهم منين يجي رقاش، تجي بنك ولا يجي سوسيتي اللي تدعم المقاولات، هو عنده طموح عنه لا يندعم، منين يجبر راسه عنه يعطاها لا مليونين ولا ثلاثة، هذا إحباط في حد ذاته للمقاولة. وهون احنا كمجتمع مدني نحفز الشباب ياك تعود عنده رغبة للاستمرارية والتنمية الاقتصادية. معنا عنه رقاش ما يقد يجي يعود في يوم الليلة عنه هو مقاول، هو لا بد له الاستمرار، غير احنا نعطوه الانرجي والطاقه ونعطوه التكوين، ياك تعود عنده رغبه حتى التوجيه اصلا، ياك تعود عنده رغبه للمقاوله. وشكرا. هذا اللقاء تكلمت لهم على واقع تمويل في الجهات الجنوبيه الثلاث، وتكلمت بزاف على المانحين، لان بزاف المقاولين بين كتكون الحلقه المفقوده عندهم في النجاح ديالهم ومعرفه بعدا والله واحد المسح نقولوا ديال المانحين ولا دوك الجهات اللي كتعطي التمويل. وميزت لهم بين التمويل كتمويل يعني مادي، وكاين كذلك واحد الانواع ديال التمويل اللي كيكون مثلا متعلق بالتكوين، وتكلمت لهم على مولي الاكراهات التي تواجه المقاولين والمقاولات في الجهات الجنوبيه الثلاث، من بينهم سلسله التوريد ومن بينهم البعد على المناطق الصناعيه وكل شيء. وكانت واحد النوع من التحسيس الاهميه ديال معرفه هذوك المتدخلين في المجال ديال رياده الاعمال، خصوصا ليكو سيستيم ولا ما يسمى بيئه الاعمال على المستوى الجهوي، لانك الا ما عرفتي هذه بيئه الاعمال ما يمكنش تنجح في المقاوله ديالك.